لعبة شد وجذب بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التعليم، أعادت مسألة الزيادة في الأجور لتطفو على سطح المشهد من جديد في قطاع التعليم، وتفرز واقعا جديدا رفع من سقف المطلبية والحريات أمام الأساتذة لم تكن متاحة سابقا، مما أنتج انفجارا للمطالب الاجتماعية لدى عدد كبير منهم. ويبدأ بهذا النزاع بلائحة تتضمن مطالب مهنية من بينها خاصة الزيادة في الأجور، إضافة إلى عدد كبير من المطالب الأخرى التي أصبح هم أصحابها من القطاع واحد، مطالبين بالحل الآني وهم على قدم المساواة مع بقية المطالبين. أنا الحقيقة ماذا بيا، أنا عندي دفوارات باش نطلع موياني خاطر نوتيتي متوسطين نقولوا، فهمت؟ هما كل بروف كيفاه، بروف شي عادي، بروف وتوا مازلنا ما نعرفوش. ماشي، شنو موقفك انت كتلميذة وموقفك معناها وضعيتك مش واضحة، تنجم تعدي الامتحانات كيما تنجم ما تعديش، مستقبلك يعني مش واضح. مازلنا مانيش فاهمين وحد ما يعرفش نعديه ولا مانيش نعديه، ما تعرفوش نراجعوا وما نراجعوش، كل واحد ما تعرف شيء. حاضر روحك ولا اي؟ انا حاضر، اما زيد تحسها فما غدر، انت تنجم تتقاعد كي يقول لك اي غدوة باش تعدي ولا تنجمش تعرف انت والبروف. كنت خسر لها تو انت البروفات تحسهم عندهم حق في الحكايه كي باش يضربوا ولا يطالبوا بحكايات مطالب يعني. هما راهو مش الكل، انا كيما قلت لك مش الكل باش يعملوا ضرب، كل واحد ورايه وشخصيته وناش عليهم. انت موقفك معناها ضد او مع؟ لا ضد لا مع، اموره مفيد نعدي انا وكاوف. الحقيقه انا والله ضد هالضرب اللي خدت، حس روحي بالكوره ما نعرفش باش نعدي ولا مثلا كيما النجم خدوه مثلا نقول لك اجي عدي دفوار ولا باش تبدا تعدي فهم حظ روحك، كي شيء يطيح يقول لك لي وبعد نهارين نقول لك اجي عدي، حس روحي الكوره مانيش فاهم روحي نعدي ولا ما تساعدنيش الحال هذه، نحب نعدي دفوارات خويا، نحب نطلع موايني، نحب نجعب موايين باهيه. ما عجبتنيش، المهم نعدي دفواراتي انا ما يهمنيش فيهم امورهم، ما يعني مش على مصلحتي يعملوا كيف. هاو معناتها انا ما نعرفش الحكايه شنيا نتاع ذقابات اللي عاملين ذقاب، هذا الحكايه فيها زياده في الشهري والبريمات ما يهمنيش فيهم. من ساعات العمل وزياده فلوس يتفاهموا بين بعضهم في عطله الصيف، انا ما يدخلونيش بيرسونيلمون. حاجه سي فغي معناها باش تاثر علينا على قرايتنا في البرومي تريمستر، اما حاجه ما تاثرش علينا قد ما تاثر على تلامذه الكونكور والباك اللي يحضروا في ان كونكور في العام شي عاديو. باهي انت فين سان؟ انا بروميير اني معناها حاجه ما تاثرش علي برشا، اما كي مش تحكي على لي بروف اسكو عندهم الحق ولا اون بارتي عندهم الحق، حتى شنو شهريتهم تو ما توصل لحد حد معناها باش يصرف شهر كامل هكاكا، ولا شنو نقولوا التعليم مهنه شاقه ولازمهم يعترفوا لهم بذيك، حاجه تظهر لي بديهيه معناها. وانت تو مستقبلك كتلميذه تنجم مش واضح انك باش تعدي الامتحانات ولا مش واضح باش تاخذ المعادل نتاعك ولا يعني عندك مستقبل في الحكايه، انت زاد لازمك تقرا وتقرا. هذيك الوقت قلت لك شي اون بارتي بور على مطالبهم وشي كونتر خاليش، خاطر تو واحد يقعد يخدم بروميير تريمستر كامل ومن بعد ما يعديش السانتيز عنده ان تريمستر باش يمشي حرام، معناها خدمه وقرايه باش يمشي حرام، وان بليس فما دي لوسون مش نعديو عليهم، معناها مش تكون متمكن منهم قد اللي عديت عليهم. انا كتلميذه في سنه ثانيه ثانوي نقول للنقابه وللوزاره باش يتفاوضوا بعيد ويخليوا التلميذه على جهه، خاطر احنا مستقبلنا معناها مرهون في الدفارات معناها، وما نجموش ناخذوا لي بيلتان تاعنا كاين اي بروف يقرف معناها والنوتيت ما تتصبش، دونك فوالا ماذا بيهم يخليو التلميذة أبار، خلي نعرفو نوتيتنا ونعرفو النيفو نتاعنا بالحق ويتفاوضوا بطرق أخرى. يعني مستقبلك تو مش واضح، كي ما تعديش الامتحانات تقعد يعني أنت نوعا ما وضعية في غموض ماكش فاهم روحك. أمبيغويتي كيلكو باغ معناها بالحق معناها، مي غيان كو معناها حتى كاين دون لي بيغ دو كان نتصور معناها باش ياجلونا دفارات وباش يبدلونا التاريخ نتاع الاوطان معناها، وهي حاجه تقلق معناها، وحتى دي بروغرام يمكن زيد ما يكملوش ويمكن تدخل بعضها الامور معناها وكاش. اون ايفي انا جو سوي بور، على خاطر تصور انت معناها بالحق اول حاجه جو سوي بور اللي هي مهنه شاقه و ils ont droit انهم يعملوا ذا الكل، على خاطر تصور انت حتى في لي بسيكياتر وكل تسجلت 80% منهم برشا 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 اغلبيتهم لي باسيون تاعهم سو سون دي بروف، دونك اما نرفق بهم بالحق و سو سون في الاخر هما راهم بالحق اللي ربيو فينا الكل، وكان اللي ربي في الاجيال الكل على يديه يخرج الكل اللي ربيهم يخلصوا اكثر منه، ولا هو اللي كونهم وحط لهم كل شيء في مخهم راه ما يجيش، وما يجيش فلوس بركه راه جوست اعتراف واحترام، وانا اللي خليني بوغ اكثر برشا برشا كيفاش هما لي ريسبي اللي قاعد يديني
يتواجهوا بهم في فئه في كيفاش يحقروا فيهم ومره ها ومره يقدموا في الوحده ومره يوخروا ويجبدوا بهم فريمون انا بالحق بالحق معاهم اما نحبهم جوسكو بو مش يقعدوا كل مره انا جو سوي بوغ انهم يكملوا للاخر مش يعمل لك نهارين وبعد يرتاح ويعمل كذايا وزيدون بلوس نحدوا هالمشكله خلي نحلوه التعليم نحلوا المشكله وبعد معناها كلنا نعيشوا لابي بالحق ما نقعدوش كان نعيشوا في التجاذبات هذوما بتاعهم فيت انا معناها بوغ كونتر بيمنون انا بوغ على خاطر معناها هما عندهم الحق ايزون دووا باش معناها يطلبوا على حقوقهم وكل شيء معناها حتى كيف شي قاطعوا الدوفارات ميتسالش على خاطر معناها هما ما سمعوهمش عمناو وكل شيء دونك هما اختاروا باش يقاطعوا الدوفارات بون عندهم هما الحق شوي على خاطر هي البلاد شو هي البلاد ما عندهاش فلوس دونك ما تنجمش معناها تخلصهم وتزيدهم اما البروفيت كي شافوا كيفاهم زادوا معناها العباد اخرين في فلوسهم شهريتهم عندهم الحق باش يضربوا ويقاطعوا اما كومي مش زاد يقولوا انا مضربين وبعد باش يقاطعوا معناها هما يستعملوا كلام ذاك وسيله ما بيناتهم هما والوزاره باش يتعاملوا معاها ما يجيش هكا اذا وضعيتك مش واضحه يعني تنجم تعدي الامتحانات كي تنجم ما تعديش كيفاش نو باش تعمل يعني شوف فما بروفيت يقول لك شنعدي وفما بروفيت كي تسالهم ميم با يقول لك ما نعرفش امورك هذيك اش معناها امورك انت باش تعدي لي دوار ولا انا شكون معناها باش يعدي له فما بروفيت كاكا كل حد كيفي هكا توا قالوا لنا اللي يخدوا عندكم دوار تاريخ وجغرافيا ونورمال على الاخر نحضر روحك انت وانا ما نخليش انا روحي هكاك كوميم لازمني نحضر روحي انا حتى كي قالوا مش بشي عديو بريفيت انا حضرت خاطر ما تعرفش عليهم جمعه جاي سمي بلوكي ويجم يقولوا لك انتوا ماما وقتي باش تعديو غدوه باش تعديو مهم همش هما انا شي كونتر لا غريف على خاطر تلميذ هو ضحيه وما نجموش ميم با نجمو كي لو فيت لي نحنا ما عديناش دو دوفوار اون فا با افوار دي نوت اون فا با افوار ان بولتان اون فا ريان افوار وهذا الكل يرجع للتلميذ وكله باش يرجع للفايده التلميذ نحن كونتر الغريف هذيا على خاطر في الاخر على خاطر في الاخر الكل يجي مبرا لينا نحن معناها هما يعملوا غريف وكله بعد نحن اللي نقعدوا بلاش نوتات بلاش حد شيء وبعد تكثر القرايه ويردوها سيمستر ويضيعونا كالعاده معناها كيما كل عام قاعدين نضيعوا الكل وكهو ما مش واضحه انت توك تلميذ هكا ولا ماهيش واضحه جمله ما تعرفش روحك باش تعدي ما تعديش البروفيت ما يقولوا لكش جمله كهو تقعد ضايع والله نحن تلامذة الكل كونتخ الغريف بتبيعه خاطر متعاش على روحك تحذر ما تحذرش عادي معناها تكون في ماكش باش تعدي يجي من غدا يقولك باش تعدي وحتى كان ماكش باش نعدي باش يجي الحكايه كل معناها الدوفارات الكل باش يجيو بعد العطله دونك في العطله باش تراسينا لونكومبرومون تاع الدروس وكل نوليو نعديو بعد العطله الدروس اللي بعد العطله داخله الدروس اللي قبل العطله داخله كل شيء باش يدخل بعضه حتى التلميذ ما عادش فاهم روح مثلا نحن بيلوت حاشنا اريتميتيك ما عادش فاهم لازمك تطلع في الريتم تهبط في الريتم ما عادش تفهم حتى شيء حبيت نقول اللي راه قاعد يسير وديما يجي تلميذ في العراثه معناها ديما ما يحطوش ما يخموش في التلميذ دوفوارات ما نعديو دوفوارات واحد يتعب عام كامل وبعد كده ما يعطيوش نوتيت وما يحسبوهاش ديما يخموا في الشهريه وفي كل شيء وما ميخموش في التلميذ جمله معناها داك اش حبيت نقول تكويني مش واضحه يعني تو انت مستقبلك مش واضح كتلميذ حتى مستقبلنا معناها ضاع معناها سما ضاع ابروبو لو غريف النقابه والسيسين في الاخر هما يتعاركوا في الاخر احنا التلاميذ اللي نخلصوا خاطر باش ياثرنا مش معناها في الاخر اذا احنا انا بيرسونيلمون عندي زوج دوفوارات ما عديتهمش اش معناها فماش بلتان ومن بعديك باش يوليو لي كونترول ولي سانتيز ورا بعضهم دونك في الاخر التلميذ هو اللي يخلص على كل شيء معناها وهكا مش معقول لازم بحق نلقاو حل وفي اقرب وقت ماذا بينا انا بيرسونيل ما نحب نعدي خاطر هما شو احنا ديما نضر واحنا في الاخر معناتها لي بروف ديما كيكا مي نحب نعدي بالحق شنو واش اي بو جوستومون احنا نحب نعدي باش ما عندنا العطله نرتاحوا فيها معناتها ديجا احنا لي كونترول كيف عديناهم كاين يسوي بلوكي ونقراو معناتها او باش يكملوا هما هكا ما نعديوش ما يجيش نحب نعدي احنا في الاخر كل ما نش باش نعديو يحبوا في الاخر باش تتاجل معناها اذا السمانه الجايه ماهيش بلوكي اللي من بعدها باش تكون بلوكي وباش يقعدوا لي دوفوار اللي ما عديناهمش يتعديو في العطله دو فاصون باش احنا باش نخلصوا باش ياكلوا لنا من العطله نتاعنا يعني لا عندنا وقت لا باش نحضروا بالكدا لا باش معناها اون بروفيت من العطله نتاعنا لا حتى شيء
دونك بالحق زعما ماذا بينا يلقاو حل في اقرب وقت، واصلا ما يخليوش التلميذ يقرا على راحته ومن بعد عنده فرصه باش يحسن المستوى، خاطر يولي يبلفط في كل شيء ودي نيمبورت كوا وكل يوم مع راي وكل يوم مره اي مره ليه ومره يقولون مقاطعين مره يقولون والله ما حرام عليهم وكها. انا كولي نقول لا لشيطنة المربي، المربين ديما يقعدوا على روسنا وعينينا، وانا ديما بناتي نقول لهم اساتذتكم هذوكم مهما كان دائما قطع نظر على العدد والتحصيل العلمي هذوك فوق روسكم وعينيكم، واحنا الكل هذوك معناها نقول انا بين مع احترامي للشرائح والمهن الكل هذوك القنطر اللي تعدينا منها الكل، وهذوك اسيادنا واحنا نعتز لتو انا معلميتي واساتذتي سيدي في العمر هذا ومهما كان منصبي. تبقينا الانفلاسيون اللي صارت في البلاد والتضخم المالي والزيادات المتفاقمه والوضع المتغير المترجرج اللي ماهوش ستابل خلى الوضعيه توصل الى حد معناها مزعج بالنسبه للتوانسه الكل راه. اما الحاجه الوحيده نقول انا هالخيار هذايا نتاع مقاطعه الامتحانات حسب رايي انا ماهوش الخيار الامثل، خاصه ربما نفاجئك انا كولي لهنا وانا اونسيان بروفيسور لكن انا نشتغل في قطاع اخر وبعيد عن التعليم، ولكن نقول انا اليوم يلزم الموضوع هذا يتحل جذريا على خاطر بالحق مشاكل مجتمعنا ثم التعليم ولا شيء غير التعليم. اذا كان اصلح حال التعليم في بلاد وحال المعلم في بلاد بكافه رتبه، نحكي على المعلم يعني من مرحله ما قبل الدراسه الى الابتدائي الى الاعدادي والثانوي الى الجامعي، فانه يصلح حال البلاد وان نرجعوا القيمه المربي بان نرجعوا له اعتباره زاد المادي. من غير المعقول اليوم انت تحب المربي تراه متهني نفسيا باش ينجم يعطي للتلميذ، تحبه في مظهر لايق، تحبه متهني على وليداته وعائلته وهو مش قادر يوفرهم. هذا انت شوف كي تبدا احنا تبدا انت امورك ولا جيبك فارغ ولا عندك احتياجات ولا عندك مرض ودويات وكذا تبدا ما تنجمش تركز في خدمتك. اذا الجانب الاستقرار المادي يوفر جانب آخر هو الاستقرار النفسي اللي ينعكس على وليداتنا الكل. أنا ندعو المسؤولين في البلاد الكل وعلى رأسهم السيد وزير التربية إلى أنه ينظر إلى هذا الموضوع والحكومة بكلها بعين الجدية، وأني معناها يعير المسألة ذي اهتمام لأنه الامباكت متاعها وتأثيرها وأثرها على المجتمع أثر يمتد مئات السنوات بل يمتد إلى أجيال متراكمة ومتعاقبة. الضراب اليوم هو مشكل كبير معناها البرشة تلامذة على خاطر وبرشا الاولياء معناها برشا التلامذه يقولوا انه هذا معناها خطا من الاساتذه على خاطر ما يهاجموا يستعملوا التلميذ كسلاح، لكن انا نرى لهذا هو وجهه نظر سطحيه ماهيش عميقه، خاطر كي تتعمق وكي يشوف اي واحد معناها في دارهم واحد كل تلقى ابوه تعب معناها امور ماديه في الامور الماديه، يعني الاساتذه يستحقوا انهم معناها يحسنوا ظروفهم الماديه، خاطر اذا تحب تبني مجتمع لازمك تعطي قيمه للاستاذ، واذا ماكش بتعطي قيمه للاستاذ المجتمع هذاك مش باش تبنيه ومش باش يقدم، مش نقعدوا في الحاله هذيا وممكن تزيدوا نتيحوا. هذاك علاش انا معناها نشجع الاساتذه انهم يكونوا لحمه واحده، اما زاد يخموا فينا شويه ما يصيرش. احنا اخويا مع الانذار ومع سامحني مع الضراب ونحبوا معناها الاساتذه يطالبوا بحقوقهم يا اخويا فهمتني، اما هي نحنا مشينا في العفو الصحيح حتى كان معناها باش يعاودوا الدفوارات نحنا باش نعملوا قريف خاطر نحنا اللي مشينا في العفو فهمتني، ولا معناها لازم الاساتذه والنقابه وكل شيء قبل ما هما يخموا في رواحهم لازم يغزروا التلامذه خاطر هما اللي يقريوا فينا، هما جايين هوني يخدموا باش يقريوا التلامذه معناها على خاطرنا نحنا معناها ما فيها بس كان ينجموا كان يخموا في التلامذه شوي. والله يعني مش معقول اللي قاعد يصير فهمتي في العوام هذه الكل مش يعني سنه برك يتعب التلميذ والولي يتعب ويصير ما يصرف فهمتي يعلم به ربي فهمتي من فلوس ومن مجهود ومن مراقبه ومن كذا ومن بعد في الاخر بكل يجي فهمتي كما الاسبوع هذا فهمتي السومين اوفير يعلقوا فهمتي يعني الدفوارات والصغار يصير لهم نوع من الاحباط. انا واحد من الناس فهمتي بنتي والله يعلم بها كان ربي يعني تتعب وتحضر يوميا وتشوف غدوه تعدي تشوف ما تعديش ومن بعد فهمتي تقعد فهمتي تقول لهم ليه ما فماش الى مستوى باش يوصلوا له فهمتي الى متى يعني باش يوصلوا فهمتي للمستوى هذا، وشيء اسف يعني بالحق يعني شيء اسف فهمتي في تونس شيء اسف بيتم معنى الكلمه، يعني واحد فهمتني خاسر ماله ووقته واعصابه وفي الاخر بكل يلقى فهمتني الصغار البرة طيشه هاك تشوفها فهمتي معظم الكوليج
اضرابات فهمتي، لعب صغار ما عادش عينها باش تدخل تقرا فهمتني. واش نقول، نقولوا فهمتي راهو يا نقابه ويا اساتذه ويا حكومه، على القليله شوفوا لك الصغيرات ما تخليهمش التعب نتاعهم وفهمتي ومجهودهم يمشي فهمتي في الضايع هكاك، يعني رفوا بهم شوفوا حل فهمتني. وإلى متى كل عام في السياسة قاعدة هي بيدها قاعدة تعاود، التلميذ قاعد في الشك ما يعرفش على روحه يعدي يولي، ماذا بينا فيسا معناها يلقاو حل، خاطر برشا دفوارات باش تتراكم على التلميذ وبعد ما نعرفش كيفاش باش يلقى باش يلقاو حل الأزمة هذيا. معناها بالرسمي أزمة في التعليم التونسي، ولا خاطر التلميذ تعب بالرسمي، هما يتعاركوا وإحنا تعبنا في جرتهم. نحكيو اليوم على التشنج بين النقابه وبين الاساتذه، مطالب الاساتذه اللي يطالبوا بها ويقولوا لي هي مشروعه، ونلقاو التلميذ زاد عالمي حك، يعني يعني مستقبله عالمي حك، يمكن ما يعديش الامتحانات، هذا شيء ما هو واضح. وانت كاستاذ يعني شنو؟ والله تقريبا هو كل لونغريناج يصير بين الحكومه والطرف النقابي، مع انه لحد الان مشروع المطالب نتاعنا ديما الضحيه هي التلميذ. نتصور باب الحكمه نتاع النقابيين شويه تنازلات نتاع الوزاره، نتصور ان شاء الله فما حلول في الافق السفي يتوفر شرط الحوار اللي هو تقريبا نحن ندرسوا فيه شرط الحوار نورمالمون نتعاملوا به، ان شاء الله الوزاره تكون عندها اذان صاغيه ان شاء الله تصير الحلول السفي تسمع قدرة ربي فما الحلول. يمكن نحكي على مطالب الأساتذة معناها خاصة، شنو المطالب الأساسية نتاع الأساتذة يعني يقولوا عليها اللي هي مشروعة بالنسبة لي؟ من بين المطالب اللي نعرفه على الأقل على الجانب اللي يهمني أنا في شخصي، مؤخرا تبنت النقابة مطالب الأساتذة النواب واللي هي مطالب مشروعة وتقريبا عندها سنين وما لقيناش حتى أذين صاغية من حتى طرف. مانيش باش نقول لا راهي فرصتنا ونتمسك وعلى حساب التلامذة وكذا، لكن لا تقريبا تبقى في مصاف المطالب المشروعة اللي في نهاية المطاف ندورو نرجعوا لفكرة التلميذ اللي هو تقريبا مسكين هو اللي باش ديما يتحمل المسؤولية. لذا النقابة عودتنا في العادة ديما في حواراتها تتنازل على جزء كبير من مطالبها ديما لصالح التلميذ ماهوش لحتى حاجة أخرى. أنا متأكد اللي النقابة كيف ما العادة باش تتنازل على جزء كبير من مطالبها لصالح التلميذ إن شاء الله في المقابل، خاطر التنازليات راهو مش معناها ضعف وإنما للمصلحة التلميذ بمعنى للمصلحة العامة، المصلحة التعليم العام بصفة عامة. إن شاء الله الطرف الوزاري كيف يحط النقطة هذه يخدم عليها، إن شاء الله إذا كان الإرادة خيرة بقدر ربي النتيجة خيرة بالطبيعة. نقول ديما مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، انه فما اجتياز امتحان البكالوريا، وبالنسبه للتعليم ديما اذا كان فما اي اشكاليه ديما نتصور بالحوار وبالمفاهمه نخرجوا منها ان شاء الله. بالنسبه للتلامذه ديما نقول اللي مصلحه التلميذ راهو مكان ديما فوق كل اعتبار، نحاول بقدر الامكان ان اولادنا ما نضيعوهمش، انه مسؤوليه على ظهرنا، ونحاول زاد ما نضيعوش زاد حقوقنا كمربيين وكمواطنين يعني. وشكرا عايشك توا يعني التلامذه توا كان في صوره ما عادوش الامتحانات، شو مش يصير يعني؟ الله اعلم. انا بالنسبه لي انا ما عندي حتى فكره وحتى علم، بالنسبه لي انا ندرس ما التربيه الموسيقيه، ونتعرف عندي بكالوريا يلزمني نعطيهم حقهم، ما نجمش نلعب بالصغار مسؤوليه، تجمش تلعب بهم ولادك. المطالب الاساسيه للاساتذه شنو هي؟ شنو السبب يعني وراها؟ والله انا مانيش قاعد نتبع برشا، الاكثر هي قاعد لهي بخدمتي، وبالنسبه لي انا نعرف اللي النقابه ما ضيعش الاستاذ، ونعرف اللي وزاره التربيه قائمه بواجبها وقاعده تقوم باللازمه معنا، ونعرف اللي اي عنده حق ما يضيعش باذن الله، كيما التلميذ حقه ما يضيعش. كنا نحكيو على وضعيه الاساتذه توا، وخاصه وضعيه التلميذ، وخاصه انه فما امكانيه انه يتم مقاطعه الامتحانات، شنو رايك انت؟ وضعيت التلميذ حاجه وضعيت الاستاذ حاجه، وضعيت وضعيه التلميذ ولا وضعيه الاستاذ مرتبطين ببعضهم يعني؟ صحيح مرتبطين ببعضهم. كي تبدا وضعيه الاستاذ الوضعيه الماديه خاصه المزريه، دونك ما نجمش يخدم في ظروف طبيعيه، كيف الوضعيه نتاع المدارس نتاعنا والتهريئه نتاعها والمشاكل نشوفوا فيها نتاع التلميذ والمشاكل البيداغوجيه بالاساس تاثر زاد على التلميذ. دونك ثم مشاكل مرتبطه صحيح بين الاستاذ والتلميذ، والمصلحه للاستاذ هي مصلحه التلميذ، مرتبطين ببعض. هيك علاش احنا نلوجوا على حلول باش الوضعيه المدرسيه الكل تتحسن.
المطالب نتاعكم الأساسية توا؟ هي إصلاح المنظومة التربوية وكيف كيف مسائل مادية. بالنسبة لتقليل ساعات العمل يعني شنو فما مطالبة بتقليل ساعات العمل؟ لا مش تقليل ساعات العمل، تقليل سنة تقاعد. عندنا مشاكل في مشقة المهنة دونك نحبوا نقصوا في وقع فيه اتفاق سابق يظهر لي الحكومة تراجعت فيه، وهذا هو اللي خلق زاد أزم العلاقة بيناتنا. أنا ما نعتبروش صراع وإنما نعتبره حوار، والحوار ككل في كل المجالات يتخذ أحيانا نسق تصاعدي وأحيانا في النهاية يوصل كان الحل الإشكال، وإحنا بالنسبة لنا مازال ما وصلش بمنطق المشكل، مازال في إشكال عالق، هو عالق من السنة الماضية للسنة هذه. وزارة الإشراف وزارة التربية وعدت بأنه بعد المفاوضات الماراثونية اللي صارت عم ناول وعدت بإنجاح السنة الدراسية، ثم بعد ذلك تقع الاستجابة لجميع المطالب التي اقترحتها النقابة على طاولة المفاوضات. لكن المؤسف والمؤلم ككل مرة وأنه الوزارة يبدو أنها ترى رؤية أخرى اللي هي لا تخدم لا مصلحة التلميذ ولا مصلحة الأستاذ ولا مصلحة المنظمة العمومية ككل. القطاع العمومي لا يمكن أن يدار بهذه الشاكلة، لا يمكن أن تقدم في شأنه وعود ثم نعود بها إلى الوراء. يعني في جلسة 23 نوفمبر الوزارة تنصلت من وعودها وعادت بنا إلى الوراء حتى إلى أقل ما يمكن أن تقع الاستجابة إليه في غضون السنة الماضية. وتتذكروا مطالبنا السنة الماضية يعني والظروف الصعبة التي مر بها الأساتذة والتلاميذ، لأننا دائما في نفس الخانة، احنا الأستاذ والتلميذ دائما في نفس الخانة، وإن تضرر التلميذ فالأستاذ هو ويكون على رأس المتضررين. فأعتقد أنه لابد من تحكيم العقل ولابد من النظرة إلى القطاع العمومي نظرة حقيقية وجادة وفاعلة أكثر من الخطابات وأكثر من المغالطات وأكثر حتى من الوعود التي أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها وعود زائفة لا تصل إلى حل حالة المشكل في هذه الظروف. عندك إضافة؟ عندك سؤال آخر؟ عندك مطالبكم بالأساس شنو هي؟ يعني سبب المشكل شنو هو بالأساس؟ هو المشكل القديم المتجدد. أنا كي نقول لك شنو مطالبنا بالأساس، أنا مثلا مطلبي الجوهري والأساسي ينظروا نظرة جدية للمؤسسات العمومية، للمعاهد، للبنية التحتية للمعاهد، ينظروا نظرة حقيقية للمقدرة الشرائية للأستاذ. هل أنه حاجتهم بالنخبة فعلا تبقى عندها الميزة الاجتماعية ما يضمن كرامة العيش، أم أنه بالفعل ما عينهمش بيها؟ السؤال الإشكال آخر وإشكال مهم وجوهري اللي أنا يؤلمني وقت اللي سيد الوزير يقول قطاع التعليم أصبح فيه العدد كبير جدا من الأساتذة. فعلا احنا العدد كبير جدا، لكن هل هذا يعني أن نتنصل من المسؤولية؟ الأعداد كبير جدا لأن سياسات الدولة في بداية الاستقلال راهنت على الثروة البشرية، راهنت على التعليم، راهنت على خلق جيل مثقف، واللي هذاك اللي أنجح الثورة، هذاك اللي خلى الثورة ناجحة على خلاف الدول العربية الأخرى، واللي خلى تونس في صدارة الدول المتقدمة اجتماعيا في العقل البشري. وإحنا وقت اللي السياسيين يتكلموا يقولوا ما عندناش ثروة مع ما يعني في النفط وفي الصناعة وعندنا الثروة البشرية والثورة البشرية، كيف ستدار هذه الثروة البشرية؟ بماذا نديرها؟ ألا نديرها بالمعلم والأستاذ؟ بماذا ندير نحن الثروة البشرية إن غاب المؤسس الرئيسي وهو الأستاذ؟ إن غابت الحكمة في إدارة هذه الثروة البشرية؟ أنا نقول ومقتنعة بما أقوله، نضحي من أجل التلميذ وقت اللي نبدأ نجي مريضة ونجي نقري، نضحي وقت اللي نكون في بنية أساسية مهترئة
شباك مكسر، كان تطلعوا معايا ها وترجع الكاميرا للشبابك، طاولة مكسرة، تباشير أنت تشريه، الكراسات الستيلوات الكتابة أنت تشريها، الطبع أنت تطبع من مكتوبك، ونمشي للمكتب وتلقى الأساتذة كيفاش مخلين السيريات باش يطبعوا على كهلهم. أما وقت اللي يهم الموضوع مسألة الكرامة وأنه الإنسان يلزم يعطي درس في الحفاظ على كرامته، بالحق التلميذ ياخذ درس من داخل القسم وياخذ درس من تضحية أستاذه. احنا عم نقول قسونا صحيح ونحنينا باش تمر العاصفة، أما ما ننحنيوش باش نستسلموا، لا، عندنا حقوق سندافع عنها إلى آخر المطاف، والتلميذ هو أولوية. أما وقت اللي يولي الإشكال في الكرامة ومزيد الضغط والهرسلة للإنحناء، فإنه التلميذ في حد ذاته فاهم مش قاعد يتمارس على أستاذه، التلميذ فاهم مش قاعد يتمارس على أستاذه، وأرجو من طرف الإشراف أنه يكون متفهم لهذا.